خرجوا أخيرا عن صمتهم إلى وقفة احتجاجية هي الأولى من نوعها وبهذا الحجم لموظفي وكوادر أهم مؤسسات الدولة إيرادا شركة النفط اليمنية في عدن. شركة النفط مصافي عدن طول عمره بيد واحدة، شغلهم التكرير ونحن التسويق والبيع. الآن العيسي ماسك يده على المساكن في المصافي وهو عنده يبيع ويشتري الشراء والبيع، وهذا مش من حقه. نحن من حقنا، هذه مطالبنا أنه يبعد يده عن شركة النفط والمصافي. الوقفة التي نفذت أمام القصر الجمهوري بمعاشيق أتت على خلفية القرار الرئاسي القاضي بالسماح لشركة مصافي عدن بمنافسة شركة النفط في بيع المشتقات في السوق المحلية، الأمر الذي اعتبره نقابيون هنا تقليصا للصلاحيات القانونية للشركة لصالح المستورد الحصري في مصافي عدن، بالإضافة إلى مخاوف من تدهور مكانة الشركة العريقة إن لم يكن خصخصتها كما تم خصخصة الكثير من المؤسسات الحكومية في عدن. فالذي حصل أنه الآن بعد الحرب أول ما أجت الشرعية دعمت فسد معينين أكان في المصافي وقامت بتعيينهم، أكان في شركة النفط أكان في المصافي، قامت تعمل غرض من هذا كله خصخصة الشركة لا غير. يعني شركة النفط الصرح من أيام الاستعمار البريطاني وهي شركة يعني عظيمة في مصافي عدن تدهور وتدمر من المستقبل. ممثلو هؤلاء المحتجين عادوا من اجتماع الرئاسة بوعد مراجعة القرار إلى الأحد القادم، فيما تظل هذه المشكلات بتعقيداتها الإدارية والاقتصادية من أهم أسباب الأزمة التي تمر بها العاصمة المؤقتة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.